مشاهدين على مدار 5 أيام كاملة منذ بداية الحملة الانتخابية، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في متابعتها لمجريات الحملة الانتخابية قالت بأن الأيام الأولى لهذه الحملة لم تعرف أي تجاوزات أو أي خروقات. كذلك المترشحون للرئاسيات وخلال وعلى مدار 5 أيام من جولاتهم الولائية حريصون على التغيير، هل هم حريصون على التغيير بعيدا عن الممارسات السابقة؟ للحديث عن هذا الشق السياسي يلتحق بنا على المباشر الأستاذ عبد الكريم شكاكتا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة خميس مليان بولاية عين دفلة. صباح الخير سيد عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم صباح الخير. أستاذ عبد الكريم هل أنت في الاستماع؟ صباح الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. صباح الخير أستاذ. طيب نتحدث والمتابعة دائما للحدث السياسي والرئاسيات، 12 من شهر ديسمبر، 5 أيام تمر عن الحملة الانتخابية، اليوم هو اليوم السادس، كذلك المترشحون على موعد مع تجمعات شعبية في عدد من ولايات الوطن، يا ترى ما هي قراءتكم الأولية لمجمل تدخلاتهم خلال هذه الأيام؟ أستاذ عبد الكريم هل أنت في الاستماع؟ أسمعك في الحقيقة، يعني طبقا طبعا يعني القوانين والتشريعات المعمول بها، لا سيما المادة 173 من القانون العضوي للانتخابات في الجزائر، طبعا بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت فعليا هذه الحملة الانتخابية التي تدوم طبعا 25 يوم يعني رسميا من 17 نوفمبر، وتنتهي 3 أيام قبل الاستحقاق أو الانتخاب الرئاسي في 2012. يعني لاحظنا أن المترشحين طبعا تطبيقا لهذه المادة كان فيه تنظيم لقاءات جوارية مع المواطنين وتجمعات شعبية من يعني عبر مختلف الولايات عبر الوطن لشرح برامجهم وتقديم أيضا يعني ربما وجهات النظر والحلول التي يمكن من خلالها الخروج بالبلاد الى بر الامان والخروج من الازمه التي تتخبط فيها الجزائر. الحمله لحد الان نقدر نقول ربما ما فيش تجاوزات، اللهم في بعض الاحيان ربما حالات معزوله ل يعني اعتراض بعض التجمعات من طرف المترشحين من قبل البعض، ربما لا نستطيع ان نحكم على ان هذا سلوك للجميع، وهو في الحقيقه سلوك منافي للديمقراطيه. لماذا؟ لا لشيء، لان المواطن حر في التعبير عن رايه في الذهاب الى صناديق الانتخاب يوم 12 ديسمبر وهو مسؤول. طيب استاذ عبد او الذهاب واختيار اي مترشح يريد، المواطن الحر، وينبغي ان نتعلم كيف اننا نحترم راي الاخر ايضا. طيب استاذ عبد الكريم شككت من وجهه نظرك واكيد استمعت الى مجمل تصريحات وحتى خطابات المترشحين لهذه الانتخابات الرئاسية، من وجهة نظرك وكتقييم أولي أين أصاب وأين أخطأ المترشحون؟ أستاذ عبد الكريم شككت، هل أنت في الاستماع؟ لا، هي لحد الآن يعني تجمعات شعبية وفيه احترام للقواعد طبعا المتعارف عليها من الناحية القانونية في الاستماع للمواطنين، في الحديث عن البرامج المقترحة من قبل المترشحين، مع احترام الأخلاقيات في هذه المسألة، قضية تفادي السب والشتم والقذف بالنسبة لمترشحين آخرين، وطبعا احترام كل ما هو منصوص عليه من الناحية القانونية في قضية إفادة الممثلين عن هؤلاء المترشحين لدى وسائل الإعلام يعني بالتساوي السمعية والبصرية لا سيما، وحتى إجراء الحوارات مع الصحافة المكتوبة. يعني كان فيه لحد الآن يعني الحملة
تتم في ظروف عادية، وينبغي أن تكون كذلك، وينبغي أن تكون نظيفة في جومنا الشفافية. وطبعا الذي يكون يحظى بالأقوى ويحظى بثقة الشعب طبعا هو الذي سيكون رئيس للدولة. أنا فقط أقول حتى الذي سوف يأتي كرئيس للجمهورية عليه سوف يتلقى أعباء في مختلف الجوانب اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وينبغي أن يكون دائما الشعب حريص ولا يستقيل من المشاركة السياسية ومتابعة حتى الرئيس الذي سيتم انتخابه بعد 12 ديسمبر إن شاء الله. أشكرك الأستاذ عبد الكريم شككت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تخميس مليانة بولاية عين دفلة، على هذه المداخلة الهاتفية حول ملفنا السياسي.